طيب دكتورة نسرين، ليش بعض الرجال يحسون بتوتر إذا قامت الزوجة تسأل أسئلة؟ يمكن أولا يلعب فيها دور إنه أسلوب الزوجة هنا ممكن يكون تحقيقي أكثر من إنه هو اطمئنان على الزوج، ممكن، وممكن سوء فهم من الزوج بإحساس بالسيطرة وإحساس بإنه هي تبغى تعرف كفضول مش كاطمئنان. أنا اللي أشوفه تاريخ العلاقة هنا هو اللي يحكم، يعني إذا كان فعلا الزوج حاول إنه هو يقنع نفسه انه هو في علاقه امنه، في علاقه فيها نوع من الثقه، ما اعتقد انه راح يشوف الاسئله تحقيقيه او انها بتحاول انها توصل لمعلومه، هي فعلا تبغى تعرف شيء في مصلحتك انت، اللي يحكمها صراحه طبيعه العلاقه، والعلاقه هنا ما هي مسؤوله من طرف واحد، اثنين مسؤولين عن العلاقه. انا احمل شخص مسؤوليه موقف لما يكون لوحده فيه. لكن أنا ما أقدر أجزم هنا أنه لأنه الزوجة مثلاً أسلوبها غلط أو لأنه الزوج عنده نية خاطئة، ولكن في النهاية في العلاج في العلاقة الزوجية إحنا بنحاول أن إحنا نصحح المفاهيم عن الذات عشان تكون العلاقة كويسة، وبالتالي يعني اسألي نفسك كزوجة، هل أنت بتسألي عشان فعلاً مصلحة زوجك ولا عشان تبغي تعرفي معلومة؟ وإنت اسأل نفسك نسرين. وانت اسال نفسك، هل انت مضطر انك انت تجاوب عشان تتخلص من تهمه ولا عشان من جد تشارك زوجتك مشكله انتوا الاثنين تحلوها؟ دكتور نسرين، بالنسبه انا ليش اسال، يعني هل انه انا عشان اتهمه او عشان صراحه كل الاثنين، يعني ابغى اعرف وين هو يروح وين هو يجي، وبنفس الوقت ابغى اطمن، صح؟ طيب اذا احنا دخلنا في قضيه ثانيه هنا، يعني موضوع الفضفضه شيء واني انا اثق في الشخص اللي قدامي انه هو يستحق انه يسمع همومي، وبين اني انا متهم الى ان تثبت براءتي. لا، لما انا اسال مو معناته هو شخص متهم، اساله من باب الفضول، من باب انا ابغى اعرف هو وين راح، هو وين جاء، هو وين قاعد، هو ايش اكل، هو ايش شرب، هو مين كلام، هو يعني زي كذا، مو انه انا اتهمه، لا. خلينا نقول انه الوضوح في العلاقه هنا فيها مشكله، في نوع من الغموض في العلاقه اكثر من اني انا ابغى افضفض او لا، او يعني دخلنا في نقطه ثانيه، قدراتي وامكانياتي ومهاراتي الاجتماعيه في المشاركه هذا شيء، وحكايه انه العلاقه فيها نوع من الغموض عشان احمي نفسي هذا شيء ثاني، فاذا العلاقه كان فيها نوع من الحمايه معناته في شكوك ومعناته في عدم ثقه، ومعناته اني انا فعلا افضل اني احتفظ ببعض الاشياء لنفسي لاني انا لا اثق في شريك الحياه هذا، ولا ابغى انه هو يحمل معايا هذا الهم، لانه اما لانه هو اقل من هذا الهم، اما انه هو ما حيقدر يستوعبه، اما انه هو رافض طريقتي في حل هذه الهموم، فبالتالي في توجد كثير من المشاكل. لكن ارجع واقول التواصل بين الزوج والزوجه او الرجل عموما اذا ما في نقطه حوار تخلي الاثنين قضيتهم واحده في الحياه، صح. يعني هم الاثنين ضد الحياه، مش زوجته والحياه ضده، ففي مشكله هنا. دكتوره نسرين.